رحمه ومناء، مبروك عليكم الميداليه الذهبيه الاثنين اللي توم لتونس. كيفاش كانت المباريات؟ كيفاش تقيموا الدوره هذيا؟ كيفاش تحكم؟ والله ديجا يعني دوره كما ترى، يعني فما نيفو باهي وفما نيفو يعني متقارب بين دول، خاصه اللي كل دوله ماشيه وتتطور وماشيه وتخدم وتتبع في الاحداث الاخرانيه، وان شاء الله ديما تونس متالقه ونهديو الميدالية ذي لتونس الكل والعائله التايكواندو، ونحب نهدي خاصه للشهيد ايمن مرجي. بالنسبه لهنا بالنسبة لي أنا كان نيفو يعني متقارب بين ليزات ليتر الكل، لعبنا بالكدا الحمد لله، عدينا بارتيات باهين، نهدي الربح هذا نهدي لعائلتي المسيو هشام الفيدراسيون الكل. مرسي.